أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها رسالة محافظ شبوة لرئاسة الجمهورية بخصوص الاستفزاز الإماراتي للجيش في المحافظة. طالب محافظ شبوة محمد صالح بن عدوي الرئيس هادي بالعمل على إيقاف استفزاز القوات الإماراتية للجيش الحكومي محذرا من توتر الأوضاع في شبوة. وقال المحافظ في مذكرة رسمية أن طيران الأباتشي الإماراتي اخترق حاجز الصوت وهبط على مقربة من المعسكرات التابعة للقوات الحكومية جنوب شبوة. وحذر المحافظ من وجود نية جديدة لدى القوات الإماراتية لاستهداف الجيش والأمن. يتزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة حرب الكمائن التي يشنها مسلحون مدعومون من الإمارات ضد تحركات الجيش، الأمر والذي بحسب البعض يعزز الشكوك في أن الأسلحة التي تمررها الإمارات تحت إشراف ودراية السعودية تصل إلى قوات المجلس الانتقالي، وهو ما يهدد اتفاق الرياض. ما أبعاد هذه المستجدات وما الرسائل التي تريد الإمارات إيصالها بمثل هذه التحركات؟ بالمقابل ما السقف الشرعية في التعامل مع هذه الاستفزازات؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد متابعة التقرير. كان الحادث مشابها لما حدث في نهاية أغسطس الماضي حين انخفضت المقاتلات الجوية الإماراتية على رتل عسكري حكومي يسير إلى عدن وقصفته بعدة غارات، مما أدى إلى مقتل وإصابة 300 جندي. غير أن المقاتلات الإماراتية التي حلقت على مسافة قريبة من معسكرات الجيش في شبوة لم تطلق النار هذه المرة واكتفت بالتهديد فقط، ووفق قواعد الاشتباك العسكرية فإن العملية تعد واحدة من العمليات العدائية التي يستوجب الرد عليها، ولذا فإن قوات الجيش وضعت يدها على الزناد في انتظار الأوامر للرد. لكن محافظ شبوة محمد بن عديو وجه بصرامة بتجاهل ما وصفها بالاستفزازات العسكرية للقوات الإماراتية. يوضح المحافظ في مذكرة رفعها إلى الرئيس هادي بأن مقاتلات الأباتشي الإماراتية التي كانت مرافقة لقوات إماراتية تنتقل على الأرض من منشأة بالحاف الغازية إلى معسكر العلم، تحلق على علو منخفض فوق معسكرات وحواجز الجيش وتفتح حاجز الصوت. وحينها كانت المدرعات والأليات الإماراتية تعبر نقاط وحواجز الجيش بسرعة كبيرة دون توقف، ما سبب حالة من الغضب لدى قوات الجيش والأمن. ووفق المحافظ فإن القوات الإماراتية كانت تنقل الأسلحة لتوزيعها على ميليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش ما بين لحظة وأخرى، مشيرا بأن القوات الإماراتية ليس لها أي مهام أخرى في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة. ولم يكن الحادث يجري بعيدا عما صارت له الأحداث في أبيان، إذ قتل جندي وأصيب آخر بكمين مسلح في مديرية المحفد القريبة من محافظة شبوة. ووفق المصادر فإن المهاجمين انسحبوا على الفور. وعلى الفور كانت صفحة تعنى بنشر أخبار الحزام الأمني تعلن مسؤولية القوات عن الحادث. ترسم التطورات الأخيرة صورا مختلفة عن الوضع العسكري في الجنوب بعد أن باتت التحركات الإماراتية تهدد بنسف اتفاق الرياض الذي لم ينفذ حتى اليوم، مما دفع محافظ شبوة لمطالبة الرئيس هادي بالتدخل. نبدأ النقاش مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير العسكري والمحلل السياسي اللواء محسن خسروف. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بكم. إذن مستجدات وتطورات كثيرة في محافظة شبوة، ربما الأبرز فيها الرسالة التي بعث بها محافظ شبوة للرئيس عبد ربه منصور هادي، تعليقك على هذه التطورات وعلى ما جاء أيضا في رسالة المحافظ. وربما هذه الرسالة هي الجديد الوحيد منذ التوقيع على الاتفاقية في الرياض، هذه الاتفاقية الشبهة التي لم تنجز شيئا حتى هذه اللحظة. اليمنيون عموما كانوا يعني يرمون التهمة على الإمارات العربية المتحدة بمفردها فيما يحصل من مخالفات وتجاوزات ومساس بالسيادة اليمنية وتعديات على جغرافيا اليمن وطموحاتها الصريحة الواضحة في الاستيلاء على بعض المناطق ذات الأهمية. لكن الآن وقد صارت المملكة العربية السعودية شريك، هم قالوا هكذا، لن نكتفي بأن نكون مجرد مراقبين
لتنفيذ اتفاقية الرياض. نحن سنكون شركاء في التنفيذ، يعني بمعنى شركاء في إدارة الدولة وإدارة المؤسسات والإشراف التام على تنفيذ هذه الاتفاقية. حتى هذه اللحظة لم ينفذ شيء. عاد رئيس الوزراء عودة يتيمة، واستقبله قائد التحالف هناك في معاد الزبيدي عودة رئيس دولة كبير بمراسم وتشريفات وموسيقى عسكرية واستعراض وصالة كبار الضيوف وتحت أعلام الشطرية. وهذا الذي يجري الآن في شبوة هو أحد تجليات رفض أو التمرد على اتفاق الرياض. بالنسبة لك سيادة اللواء، ما أبعد ما يحدث في شبوة؟ هل هناك رسائل معينة تريد إيصالها الإمارات من خلال التصرفات الحاصلة في شبوة؟ هل ما يحدث طبيعي في سياق طبيعي؟ أنا أتصور أن قادة الإمارات يقولوا لليمنيين لا تعولوا على المملكة العربية السعودية. نحن هنا أصحاب القول الفصل في هذه المناطق المحررة، وخاصة في الجنوب بعد أن فشلوا فيما كانوا يطمحون إليه في مأرب. يعني هذه احتمال من الاحتمالات، أو يقولوا لنا أن الإمارات والمملكة، الإمارات زائد المملكة يساوي واحد، لا تسحبوا أنفسكم. يعني ما كنا نعمله سيتم تحت رقابة وإشراف وشراكة المملكة العربية السعودية، هكذا يعني. وأنا أتمنى على الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن لا يبتدعوا هذا الطعم، وأن يكونوا فوق مستوى هذه الطموحات الصغيرة، وأن تكون قضية الأمن القومي للمملكة العربية السعودية قضية أساسية وجوهرية في السياسة المتبعة في ما يجري في اليمن الآن. لأن إذا كان الإمارات الآن تهرب أسلحة وتسلح ميليشيات في شبوة وتريد أن تستولي على بعض المناطق اللي فيها المشاريع الحيوية الاقتصادية، وتريد أن تخرج الجيش الوطني من شبوة، وتريد أن تفرض سلطة أمر واقع أخرى في عدن وغيرها من المناطق المحررة وكذلك في أبيان، فهذا بالتأكيد لن يخدم بشكل أساسي إلا الحوثيين المنقلبين في صنعاء، وسيمس مباشرة الأمن القومي للمملكة العربية السعودية. أما الذين يطمحون في الجغرافيا اليمنية فنقول لهم لن يحدث هذا، وستتحول القضية من حرب ضد الإنقلابيين إلى حرب تحرير شعبي. طيب عسكريا، هل هناك حاجة لطائرات أباتشي ترافق هذه الدورية الإماراتية التي تغير مواقعها خلال أو كل 15 يوما؟ هل هناك داعي لفتح حاجز الصوت للاستفزازات التي وردت بشكل رسمي وموثقة في رسالة المحافظ للرئيس هادي؟ ليس هناك حاجة داعية لوجود قوات إماراتية في شبوة على الإطلاق، لأن الجيش الوطني موجود ووحدات الجيش في محور بيحان وفي غير من المناطق موجود، ولديه القدرة على حماية شبوة بالكامل. من حرر بيحان ومناطق شبوة غير الجيش الوطني؟ هؤلاء يعني جاءوا فجأة ليفرضوا نفوذ ما، سيطرة ما على مناطق الغاز وعلى ميناء الضبة وعلى تحقيق مصالح لا علاقة لها بالمصلحة اليمنية العليا. هذه الرسائل واستخدام طائرة الأباتشي هي فعلا تهديد مباشر للسيادة الوطنية اليمنية، وتهديد مباشر لأمن المحافظة، وتهديد مباشر للقوات الجيش الوطني في هذه المنطقة. وأنا أتمنى من كل قلبي أن يستمع الرئيس إلى رسالة المحافظ، وأن يتخذ ما يلزم من الإجراءات المنطلقة من حق. وهنا السؤال عن موقف الشرعية والرئاسة. في نهاية الرسالة يقول المحافظ، ويعني يعدد التجاوزات الحاصلة، ويقول وسبق لنا أن وضحنا لكم ذلك في رسالة سابقة، يبدو أن هناك لا تجاوب من الرئاسة، أو كيف تصف أنت موقف الشرعية وما الذي يمكن أن تفعله؟ يعني ما رد الفعل المفترض اتخاذه إذا هكذا استفزاز؟ طبعا الرئيس وموقفه سواء من الإنقلابيين أو من تصرفات الإمارات واضح أنه يرفضها رفض تام يعني، ولكن لا أدري ما هي الظروف المحيطة به حتى ننقده أو ندعم موقفه. نعرف تماما أنه يعني ضد الانقلاب الذي حصل في عدن، ضد ما حصل في سقطرة، ضد ما حصل في مناطق أخرى في الساحل الغربي،
مع الدولة، مع وجود الدولة، مع حتى أنه أرسل نائب رئيس الوزراء اللي وقع الاتفاقية، رفض أن يحضره، هو اللي وقعها. أعرف هذا الكلام، ولكن أنا أتمنى أن يتحرر فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي من أي قيود تحرمه من حق إصدار القرار السياسي السيادي السيادي، وأنا أتحدث عن السيادي النابع من الإرادة الوطنية. أتمنى هذا، وأتمنى على كل القوى السياسية أن تقف إلى جانب الرئيس، بل وأن تدفعه دفعا، أن تجتذبه إليها اجتذابا لكي نستعيد سيادة البلد الممتهنة. أشكرك جزيلا الخبير العسكري اللواء محسن خسرون، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من شبوة عضو مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ مقبل لكرش. أهلا بك أستاذ مقبل. حياكم الله ومرحبا بكم. أستاذ مقبل، بداية كيف تنظر لما تقوم به الإمارات في شبوة من مواصلة الدعم العسكري لقوات المجلس الانتقالي، وأيضا قراءتك للمستجدات الأخيرة؟ الحقيقة يعني ما يحصل اليوم في شبوة وما قبل اليوم من دولة يعني شديدة وعضو في التحالف، شيء أصبح الجميع من عدنا محافظة شبوة لهم وجهة نظر فيه، باعتبار أنه ما يحصل اليوم من دولة عضو في التحالف للانتهاكات يعني للانتهاكات على السيادة الوطنية، هذا عمل محرم، ولا ينبغي لأي دولة عضو في التحالف وغيرها أن يعني أن تخطو هذه الخطوات. الحقيقة كما يعرف أنا وكما يعرف ابن شبو، دولة الإمارات منذ أن أتت لليمن وهي تطعن في ظهر الشرعية، وكأنها دولة ليست عضو في التحالف، كأنها دولة معادية للتحالف. لكن هنا يعني عندما نسأل عن دور الشرعية إمام السكوت يعني عن هذه المسائل، الحقيقة هنا كثير من الشكوك حول أتواطؤ الشرعية يعني عدم قدرتها للرد على هذه المسائل. شبوة وغيرها من المحافظات تتعرض يوميا لانتهاكات، تتعرض يوميا لعدم إلا مبالاة بالسيادة الوطنية، وكأن محافظة شبوة هي جزء من الإمارات العربية المتحدة. هذا أنا في تقديري أنه عمل يعني خارج عن الأعراف الدولية والدبلوماسية، ويعني خارج عن القوانين الدولية أيضا من المقابل. طيب أستاذ مقبل، المحافظ بن عديوي رصد مجموعة من التصرفات تقوم بها القوات الإماراتية في شبوة، وأنت تتحدث عن انتهاكات للسيادة في شبوة من قبل القوات الإماراتية. لو تضعنا في أمام هذه الانتهاكات بالنسبة لك، ما هي الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات في شبوة والتصرفات المستفزة والتي تتجاوز حدود السيادة اليمنية كما تقول؟ الإمارات العربية هي من تمول يعني عملية رئاسة محافظة شبوة، هذا أصبح أمر واضح ولا يصبح أن ينكره. الإمارات العربية أصبحت تتصرف في محافظة شبوة وكأنها يعني من المدن التابعة لها. الإمارات العربية بدل من تحمي الشرعية وبدل من تعمل على يعني رص الصفوف لدحض قوى الانقلاب في صنعاء، بدأت هي تنفذ نفس السيناريو اللي حصل في صنعاء اليوم. ونحن بصدد الحديث هذا، هناك كمان تتعرض لها يعني قوات الجيش الوطني، كانت المحسد أو كانت العرم أو غيرها من هذه المناطق، وهنا يصدر بيان أيضا بالمقابل يعني ينسب إلى النخبة بأنها هي قامت يعني بتنفيذ هذه العمليات. هذا بالتأكيد مدعوم من الإماراتيين. النخبة هي لا تستطيع، هي لا وجود لها في شبوة، النخبة هي لا وجود لها في شبوة أخي، قد انتهى وضعها وانتهى دورها، لكن بقايا يعني لا زالت باقية خلايا نائمة في هذه المحافظة هي تقوم بتنفيذ الاغتيالات كما حصل
قبل عدة أيام اغتيال مدير أمن مديرية الروضة وعدد من المرافقين. المحافظ قدم يعني تغاضي الشرعية عن 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 عن, عن هذه الأعمال الإجرامية. لا تفضل. طيب سأعود لك أستاذ مقبل وينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياض أنيس منصور. أهلا بك أستاذ أنيس. أهلا وسهلا. تعليقك بداية على مستجدات الأوضاع في شبوة، وما هي الاستجابة المتوقعة من الرئاسة على رسالة المحافظ محمد صالح بن عديو؟ أخي العزيز، طبعا بالنسبة لأحداث شبوة هي ليست حدث واحد، هي سلسلة أحداث وسلسلة تطورات وسلسلة من الاستفزازات التي تمارس كثير جدا في حق المؤسسات الرسمية والقيادات الشرعية. هناك أشياء تحصل ربما تكون بعيدة عن أنظار العالم، هناك استفزازات تحصل حتى على مستوى مطار عطاك. ما هو الذي يمكن اليوم اللاعب الرئيسي الأساسي أصبح الإخوة في المملكة العربية السعودية هم اللاعبين حتى بالقرار السياسي في الشرعية والقرار المحلي في السلطة المحلية المتواجد في محافظة أو في محافظة شبوة تحديدا. للأسف الشديد كلما اخترقت وكلما انتهكت الإمارات انتهاكات أو ممارسات أو تحدي أو استفزازات أو أشياء على الواقع، تأتي الإخوة في المملكة العربية السعودية باستخدام سياسة الترقيع، سياسة التمويه، سياسة الإبعاد لمعالجة ما تم وما حصل بطريقة للأسف الشديد مخزية تهين الشرعية وتنتصر للإمارات. هذا الذي عهدنا في كل المواقف. ولماذا السلبية من الشرعية؟ لماذا كل هذه السلبية؟ السلبية هذه لماذا من الشرعية في التعاطي وهذا الرذوخ؟ أخي العزيز، المشكلة في الشرعية أنها أضعفت وأرهقت، و عمليات التساقط في هذه الأمور لأن مركز القيادة الأساسي موجود ومحاصر داخل الرياض. يعني الأصل حتى في المؤتمر الأخير الذي كان من المحتمل أن يذهب إليه الرئيس في إسبانيا، مؤتمر القمة بشأن المناخ، تم تكليف نائب الرئيس، وفي أي لقاء من اليوم في أي لقاء دولي خارجي لا يمكن أن يخرج الرئيس يبدو من داخل المملكة العربية السعودية. ومن يكلف إذن؟ دائما هو كالعادة، هو الأصل أن يذهب الرئيس في كثير من المؤتمرات الدولية، لكن بما أن القرار والوصاية والهيمنة السعودية، أول شيء كان الرئيس الأصل أن يحضر الجمعية العمومية وتحدثنا في حلقة سابقة أنا وأنت، وبالتالي تم إخراج الحضرمي الى مصر، وفي مصر بعدين صدر له القرار او صدر له القرار وتم تكليفه بالقاء الكلمه. والان مره اخرى يتم ارسال نائب الرئيس، نائب الرئيس في مؤتمر المناخ كان اصلا يتحدث على ما تتعرض له سقطرى من عمليه تجريف وما يعني تدمير في الاحياء الطبيعيه والاشجار وغيرها، لكن كانت كلمته عبارة عن كلمة يعني كلام إنشائي كالعادة. كنا نريد أن نسجل موقف حتى على المستوى البيئي، لأن الإمارات دمرت كل شيء جميل في هذا البلاد. السلطة المحلية في شبوة والسلطة المحلية في مارب يسددوا كثير من الضربات ويقفوا أمام كثير من الانتهاكات والممارسات وأيضا الاستفزازات التي يمارسها التحالف. طيب رسالة قوية إذا في هذا السياق وهذه القوة التي تحدث عنها، كانت أو جاءت رسالة محافظ شبوة، ما المتوقع وما الذي يجب أن يفعله الرئيس هادي في ضوء هذه الرسالة؟ والله يا أخي، إذا الرئيس هادي كان الأصل لو في قرار حقيقي أن الإمارة لا بقاء لوجودها ولا مبرر لتواجدها، هناك مصور قانوني كان يستطيع أن يستفرد به ويقطع الطريق أمام ما سيحصل خلال الأيام الماضية القادمة وما حصل خلال الفترة الماضية. ماذا عملت الإمارات أصلا؟ ماذا حققت الإمارات؟ الإمارات يعني ما كل يوم وهي يعني تمارس انتهاك بحق السيادة، بحق الوطن، بحق الجيش، فما هو الداعي لبقائها أصلا حتى تظل مشكلة؟ تصور لنا سنتين ونحن في ملفات أناقش في البي بي سي وناقش في قناة بلقيس وناقش في الجزيرة، ونحن دائما كلها ملفاتنا على الإمارات وانتهاكات الإمارات وصلحت الإمارات. هذا طال العبث بعد ضرب الجيش الذي حصل وبعد ضرب المؤسسة الرسمية، كان الأصل أن يتم هناك الاستغناء تام.
فهذا والان يتم الان يتم الشرعنه عبر اتفاق الرياض، وهذا يعتبر خرق لاتفاق الرياض. اللي حصل الان هي عباره عن خروقات لاتفاق الرياض. في هناك اشياء حصلت حتى في منطقه المحفظ في وادي ضيقه وفي جبل ضيقه، اليوم حصلت اشتباكات من قبل مجموعه ميليشيات ممولين من الانتقالي ومن الامارات، واعترضوا قوه رسميه تبع الدوله. هذا ايضا حدث جديد تطور اليوم، كان بعد الظهر. هذا ناهيك عن احداث سابقه كل يوم تمارسها الامارات، وهناك يعني ما تحدث به محافظ شبوة الا بعد ان طفح الكيل. هناك اشياء في يعني ايضا البرلمان الفرنسي الان يناقش انتهاكات الامارات في حق مؤسسه اقتصاديه. الى اليوم الان جدل عقيم موجود داخل البرلمان الفرنسي بشان استخدام مؤسسه توتال الاقتصاديه في عمليات يعني تعذيب، حوادث، اعتقالات، اختطافات. يعني تصور انت ايضا هذا ايضا من ضمن، وهذا في شبوة يحصل، وما زالت حتى الان قوات اماراتيه موجوده داخل بالحرب. فما طيب هو الداعي لبقائها امام مؤسسه اقتصاديه وموقف كمان؟ طيب سأعود لك استاذ انيس لنسالك عن تاثيرات هذه المستجدات على اتفاق الرياض. استاذ مقبل، بالنسبه لك الى اي حد هناك تاثير لهذه المستجدات في شبوة على اتفاق الرياض؟ بالنسبة لاتفاق الرياض، هو صمم وهو الذي يموت في مكانه. لو كان هناك يعني بريد أمل في تنفيذ بنود اتفاقية الرياض، لو ما حصلت هذه الانتهاكات اللي تحصل اليوم في محافظة شبوة وفي عدن وفي أبين وغيرها من المحافظات. بالنسبة للانعكاسات ما يحصل في شبوة، هذا أعتقد أنه كان متوقع أنه اتفاق الرياض لن ينفذ، والإمارات وحلفائها هم الآن يعدون العدة يعني قيام حرب أخرى في الجنوب بتمويل إماراتي وبرضا يعني من التحالف كله. الغريبة هنا أن الشرعية بقيادة الرئيس المناضل عبد الرب منصور هادي لم تولي هذه المسائل، هذا يعني جانب من اهتمامها. لو هناك يعني جانب من اهتمام الشرعية للحد من هذه الظواهر، إذا ما بعث أخي الأستاذ محمد صالح عداو محافظ محافظة شبوة بهاتك الرسالة وأطلع الرأي العام على موقفه منها. لكن يعني هنا في دربكة في الأمور، لا نعرف يعني لا نعرف ما هو الغرض منها. يا أخي عندما تأتي طائرتها بطائراتها وبيوشها وتفتعن كل النقاط والحواجز الأمنية في شبوة وصولا إلى العلب، هل يعني ذلك أن هناك في بريد أمل لتنفيذ اتفاقية الرياض؟ طبعا لا، هذا تحدي صارخ، وانعكاساته بالتأكيد ستكون انعكاسات سلبية، ولكن لا حياة. أشكرك جزيلا مقبل الأكرش عضو مؤتمر الحوار الوطني، كنت معنا من شبوة، شكرا جزيلا لك. وأختم مع الأستاذ أنيس منصور. أستاذ منصور، هل تتفق مع الرأي الذي يقول بأن هذه المستجدات ربما يكون لها تأثير مباشر وأنها تهدد اتفاق الرياض؟ أخي العزيز، بالنسبة لتهديد اتفاق، بالنسبة للتأثير، هذه لها تأثيرات وليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل وجود بقاء الإمارات، لأن لديها مشروع تريد أن تنفذ هذا المشروع عبر أجندتها. هذا أولا. أخي العزيز، موضوع اتفاق الرياض هو أصلا ولد ميتا، وكان بنسق بضاعة سعودي وإماراتي من أجل تنفيذ أجندة وأطماع ومخطط في موضوع تقاسم جغرافيا الجنوب بعيدا عن مسيرة التحالف العربي ودعوات التحرير وغيرها في مواجهة الحوثي. الشرعية تعرضت لعملية ضغوطات فوق هذا، الضغوطات فوق هذا الذي يحصل والمخططات والمؤامرات التي تدور في الخفاء وفي العلن. لا يمكن، كان الانتقالي يتعامل على ان اتفاق الرياض مجرد تكتيك للوصول الى اهداف اخرى، وهو الان يمشي على هذا النسق، وبالتالي هو اما ان اتفاق الرياض انتهى
ولن يحقق، واما ان اتفاق الرفق يتحول الى مشكله وربما يتحول الى مواجهه، وما يحصل هي عباره عن مقدمات للمواجهه الحتميه التي ستكون خلال المرحله القادمه اذا كانت اراده واداره وقوه عند الشرعيه. اما اذا ظلت الشرعيه تقدم التنازلات والسقوطات فان الوطن هو الخاسر، وبالتالي لابد من وجود قوى حيه او لابد من التحرك مع بعض القوى الوطنيه الحيه بعيدا عن الشرعيه وبعيدا عن التحالف. اشكرك جزيلا انيس منصور مستشار الاعلامي للسفر اليمني في الرياض، وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج حلقه اليوم وديع عطا، في امان الله.